الفنان محمود الليثي، عايز اعرف ايه راي حضرتك في استقاله الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين في مصر؟ اولا قبل اي حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، نريد الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، صدق الله العظيم. اولا اتكلم الاول بس عن بعيد عن الاستقاله خالص، اولا ما فيش استقاله ان شاء الله باذن الله، يعني مش هتحصل باذن الله، ولا استقاله ولا من الاستاذ هاني شاكر ولا من مجلس الاداره كله. مجلس الاداره ده من احسن مجالس الاداره اللي جت اساسا في النقابه، على تاريخ النقابه. استاذ هاني شاكر شرف لاي مخلوق اتخلق في المهنه دي، بيطبل ولا بيزمر ولا بيغني ولا بيرقص ولا بيعمل اي حاجه، ان الاستاذ هاني شاكر اسمه يتكتب على الكارنيه بتاعه. اولا مفيش حاجه اسمها الاستاذ هاني شاكر يسيب النقابه، احنا ما صدقنا ان الاستاذ هاني شاكر يمسك النقابه، واحنا ما صدقنا ان في راجل نضيف ومحترم وشبعان وراجل اساسا مليونير من بيته بفنه، وراجل ليه اسمه وليه تاريخ زيه زي الاهرامات موجوده في مصر، ان هو ممكن يعني يتنازل عن نفسه ويجي يمسك لنا النقابه بتاعتنا. ده شرف لينا اساسا، يعني احنا مش حاسين بالنعمه. واولا استاذ هاني شاكر كل التقدير والاحترام لفنه ولشخصه قبل فنه، لانه هو انسان محترم وهو انسان عالي المقام عند كل الموسيقيين وعند الشعب، عند جمهوره اللي هو في العالم كله من اليابان لحد امريكا. مفيش حاجه اسمها استقاله ومفيش حاجه اسمها مرحوم، واحنا شاكرين جدا طبعا. احنا عمرنا ما نغلط في الاعلام، ولا عمرنا هنغلط في الناس اللي هي اتكلمت عليه بطريقه وحشه، ولا عمرنا هنتكلم عن حفله عبده الشيطان. اولا احنا عبده الشيطان دي احنا ما نعرفش عنها حاجه، وان كان الاستاذ هاني شاكر هاجم الناس دي ومنع الحفله دي، ده اولا عشان هو اساسا انسان مسلم، وعشان هو انسان اخلاق، وعشان هو انسان متربي، هو ما يسمحش بالحاجات دي تحصل اساسا في مصر. استاذ هاني شاكر، استاذ هاني شاكر ده راجل محترم وشرف لينا هو ومجلس الاداره، ان كان سياده المستشار سعد، ولا ان كان عم منصور، ولا ان كان استاذ حماد ابو اليزيد، استاذ حسن فكر، الناس دي محترمين، الناس دي من احسن الناس والناس المحترمه، استاذ احمد رمضان، الناس دي ناس محترمه، دي نظيفه. استاذ هاني شاكر اقل عربيه عنده راكنها تحت في الجراج عنده في تحت بيته، يعني مش ملوش لازمه ان الواحد يتكلم الكلام ده. بني ادم ايده نظيفه، بني ادم مش ما بيضرناش، عمل لنا كتير، بيخاف علينا، بيحافظ علينا، يعني مش خلانا تحت السلطه القضائيه، بقالنا 50 سنه في النقابه دي منشاه، ولا 100 سنه، ولا حد ما حد بعنبرنا، ولا حد يعني. كارنيهاتنا هتطلع يا استاذي من وزاره الداخليه نفسها، كارنيهاتنا بتاعت النقابه الجديده دي، كل ده بحس مين؟ بحس ربنا، بحس. وتحياتي طبعا لكل الناس اللي هتتفرج على الفيديو ده والناس اللي هتسمعني. اولا انا بقول للاستاذ هاني شاكر بعد اذنك يا استاذ هاني شاكر، انت ما تتخلاش عننا، كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تخلى عن مصر، اما انت تتخلى عننا. لو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تخلى عن مصر، انت تتخلى عن النقابه بتاعتنا. انا واحد من ضمن 100 واحد بيغني، ومن ضمن 100 واحد موسيقي، بقول لك انت شرف لينا يا استاذ هاني، انت ما تتخلاش عننا. زي ما احنا اولادك، احنا اعتبرنا اخواتك، اعتبرنا اي حاجه، بس ما تخلاش عننا، ولا انت ولا مجلس الاداره. تحياتي اخوك محمود الليثي. الف شكر لحضرتك الفنان محمود الليثي، شكرا جزيلا.